مشروع عصرنة ورقمنة قطاع النقل قطع أشواطا مهمة ومتقدمة، فهنا بمديرية النقل لولاية بومرداس مجهودات كبيرة بذلت وإمكانات بشرية ومادية معتبرة وفرت لمواكبة هذا التوجه بغية تقديم خدمات نوعية. باش نمشوا البوابة الإلكترونية اللي طورتها وزارة النقل، رانا في تحذيرات، كاين تحذيرات اللي كملناهم، مثلا تهيئة البنى التحتية تقنية لاستقبال هذه البوابة. قمنا بتطوير برامج خاصة محلية هدفها ضبط البيانات لتتماشى مع متطلبات المنصة الرقمية أو البوابة الإلكترونية، وبعد ضبط هذه البيانات يتم رفعها إلى المنصة الإلكترونية. اتخذنا كامل الإجراءات من أجل تفعيل البوابة. فيما يخص إعداد وضبط قاعدة بيانات المتعاملين، ستسمح لنا بتبادل المعلومات داخل القطاع، أي بين مختلف مؤسسات التابعة لقطاع النقل، وكذا نتمكن من تبادل معلوماتنا أيضا مع باقي الهيئات والإدارات العمومية ما تعلق خاصة بحركة النقل والتنقل. ولضمان السير الحسن لهذا الانتقال الرقمي، مديرية النقل لولاية بومرداس استحدثت مكتب توجيه لتقديم كل المعلومات المتعلقة بالبوابة الإلكترونية وطريقة العمل بها لصالح مختلف المتعاملين. جيت لمكتب التوجيه وسقسيتهم على البوابة الإلكترونية، والحمد لله لقيت فهموني كامل، ما عطاو لي كاع المعلومات وحاجة مليحة. جيت لعندهم هم فهموني واش كاين، هذه مليحه، حاجه مليحه تنقص لنا المسافات ونربحوا الوقت فيها. كيف فهمونا بيرسونيلمون، انا فرحت وعلاه، باسكو باش ما اوليو نجي ساعه ولا ساعتين في الطريق باش نخدم الدوسي تاعي دماما، ما جي بريفير نقعد 5 دقائق في البيرو تاعي نخدم على ديستونس، نربح الوقت ونخدم شغلي كما لازم الحال. دونك سهلنا الامور بزاف بزاف. التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الرقمية على مستوى قطاع النقل سيعمل على تعزيز أداء هذا القطاع الهام والاستراتيجي.